اليوم الأربعاء 18 يوليو من نيويورك لتريدينج سنترال، أنا لويا لاكوا. بعد جلسة متقلبة شهدت انخفاضا كبيرا في قطاع التكنولوجيا، يتحول المستثمرون الآن إلى البيانات لتحديد الاتجاه في منتصف الأسبوع، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات الإسكان. ولكن الأهم من ذلك سيكون خطاب الرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الثالثة أيام من الظهر بعد ظهر هذا اليوم. أما في سوق العملات، في اليورو أمام الدولار يشهد المزيد من الارتفاع، بينما الجنيه أمام الدولار دعم التداول اليومي حول 1.315. يظل الزوج في الاتجاه السعودي مدعوما بمتوسطاته المتحركة المرتفعة للخمسين فترة، المراكز الطويلة فوق 1.3215 والأهداف عند 1.3290 و 1.3325 في الامتداد. أما الدولار أمام الين فهما تحت الضغط، البيتكوين دولار طالما أن 6611 هي نقطة الدعم، فالبحث عن 6611 هي النقطة المحورية لدينا. أما الذهب فقد كسر فوق خط الاتجاه الهبوطي ويقف فوق متوسطاته المتحركة، المراكز الطويلة فوق 1238 والأهداف عند 1246 و 1248 ونصف في الامتداد. أما الفضة فهي ارتفاع. تريدينج سنترال ويب تي في، لويا لاكوا.